السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الزلم الطيبين، معكم المهندس سالم البرواني. أنا الشباب عنا عاصفة رملية هنا يعني متوسطة، ومرات يعني ما تشوف زين الطريق، ما واضح، وهذا شيء عادي في هذه المناطق لأن المنطقة صحراوية. فأرجو وش الشباب الطيبين أن ينتبهوا شوية في الطريق، مرات العاصفة هذه تكون أشد عن كذا، يعني ما تشوف أبدا قدام. أهلا نزالا، مرات في الليل، مرات في النهار. نشكركم جدا، بارك الله فيك، توصلوا بالسلامة حبايبي.